نادي الشباب الاهلي واللي راح ينفذ حمدان. حمدان الكمالي اللي اعاد اكتشاف نفسه مع المدرب مهدي. حمدان يا سلام يا حمدان، سجل الفرسان باقدام حمدان ونادي الشباب الاهلي يتقدم اولا، يتقدم اولا. نعم الضيف الثقيل، الضيف الثقيل نادي الشباب الاهلي يسجل بعد مرور 5 دقائق فقط، هذه المره من نقطه الجزاء باقدام حمدان. الفرسان يتقدمون باول الاهداف. السوبر ادواردو هو اللي عرقل وتحصل على ركله جزاء، وحمدان الكماني اللي يقدم اداء سوبر في هذا الموسم مع المدرب مهدي علي، واللي اصبحت المطالبات بشكل اكبر بانضمامه وبعودته مره اخرى نظرا لما قدم في الفتره الاخيره مع نادي الشباب الاهلي، واللي اعاد اكتشاف نفسه. خلاص الوقت الاصلي انتهى، الكره الارضيه اللافه لكنها تتخلص وتبعد بالراس والمتابعه، وهذا بالتعادل، هذا بالتعادل. نعم ياتي من سجل التعادل، الاكيد بان بنياس عاد الامور الى نقطه البدايه. السماوي يعود، السماوي يعود، سيوف العاصمه سجلوا التعادل في هذه اللقطه وفي هذه اللعبه، والسماوي على النتيجه الايجابيه، على النهايه السعيده في هذا العام. ناوي هذه الكره اللي اصطدت في مين؟ اصطدت ربما في فواز عوانه وراحت في الشباك. نعم لحظه، الكره اصطدت في فواز وراحت في شباك نادي الشباب الاهلي. فواز عوانه هو اللي يسجل التعادل، الكره اصطدت فيه، الكره كانت تبحث عنه، وهو اللاعب المواطن الوحيد اللي سجل في الوقت الحالي. عادت مره اخرى محاوله لسهيل، لعيب يسير، راوغ سهيل، جرب سهيل، والثاني، الثاني. نعم السماوي على الفوز، ناوي على الفرحه، ناوي على مسك الختام. السماوي يتقدم بهدفين، سهيل النوبي اول اهدافه، اول اهدافه في هذا الموسم. رفض بان ينتهي هذا العام الا هو تارك له بصمه. مر تقدم بطريقه رائعه، راوغ في اللقطه الماضيه وجرب، راحت الكره في زاويه صعبه على حارس المرمى، سجل التقدم. قلبوا الطاوله على الفرسان، قلبوا الطاوله على الفرسان، الكره اصطدت وراحت فيها. هدف ثاني لنادي الشباب او لنادي بنياس على نادي الشباب الاهلي. طرد بها كارلوس ادواردو، كانت مع الهلال في بطوله الدوري السعودي في 8 فبراير 2019، وهذا خيمينيز، خيمينيز يا عيني يا خيمينيز، يا سلام على الساحر الكسول خيمينيز، يتوج مجهوده ويتوج اداءه بهدف ثالث، بهدف ثالث ينهي الامور ويبصم على الثلاث نقاط بالثلاثه. بنياس القادم من خساره امام الملك بالثلاثه ينتفض اليوم، ويابى بان ينهي هذا العام الا هو منتصر هذه المره بالثلاثه في شباك شباب الاهلي. يا له من مرور ويا له من مشوار، والكره كافأت خيمينيز، كافأت خيمينيز في اللقطه الماضيه، صدت بيوسف جابر وراحت في شباك الفرسان لتصبح النتيجه الان 3. اصبحت النتيجه 3، والساحر الكسول نيكولاس خيمينيز يسجل هذا. المحاوله لي سواريز، 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 مروه تقدم، الكره العرضيه الخطيره بالراس، والرابع. يا له من انهيار، يا له من انهيار في دفاعات الفرسان، ويا له من استغلال لسيوف العاصمه. اصبحت النتيجه 4، اصبحت ثقيله. بنياس ما اروع في هذا اللقاء، بنياس يبحث عن مسك الختام. سواريز مر تقدم، نقل كرة عرضية والرأسية كانت حاضرة عن طريق اللاعب محمد الحمادي البديل اللي يسجل في شباك نادي الشباب الأهلي لتصبح النتيجة الآن 4.
قاسية قاسية.